بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس الاي اس بي 32 هنكمل فيه الجزء الثاني من الفيديو الخاص بتعريف وظائف البنات والبنات الاكثر امانا للاستخدام كانبوت واوتبوت لما باجي اشغل الموديول بتاعي او اللوحه بتاعه التطوير اللي عليها الموديول الخاص بي اس بي 32 واكون موصله على الكمبيوتر بتاعي واكون كاتب سوفت آه، وير عاوز انزله عليها اول ما بتيجي آه، تشغل الشريحة وانت موصلها على الكمبيوتر هيحصل حاجة من الاتنين يا يعني اما الشريحة لما تيجي تشتغل تشغل لك السوفت وير او الفيرم وير اللي هو البرنامج او الكود اللي انت كنت كاتبه وحاطه عليها او اذا كنت انت بتنزل برنامج عليها اللي انت كاتبه بقى على الاي دي اي زي الاردوينو كده وعاوز تنزله تحرقه على الشريحه فبالتالي بتاخد الكود اللي موجود عندك على الكمبيوتر وتنزله على الاكسترنال فلاش ميموري يبقى هيبقى فيه حاجه من اتنين يا اما الشريحه تبدا تعمل بوت وتاخد الكود اللي كان مكتوب فيها وتشغله يا اما هتبدا تعمل حرق للكود اللي انت كاتبه وهتنزله لك على الاكسترنال فلاش ميموري طيب مين بقى اللي بيتعامل مع الشريحة في الوضع دوت في عندك خمس بنات جي بي اي او زيرو جي بي اي او اتنين جي بي اي او خمسة جي بي اي او اتناشر جي بي اي او خمستاشر مجموعة البنات دي بيطلق عليها سترابنج بنس طيب مين بقى اللي بيقول ان في كود هينزل من الكمبيوتر على الشريحه او في الشريحه تشغلك الكود اللي موجود اساسا على الاكسترنال فلاش ميموري من خلال الوضع اشاره كهربيه على البنات دي سواء هاي او لو البنات ديت اثناء التشغيل بدايه التشغيل بيبقى مشكل على الشريحة من جوة متصل معاها بول ريزيستورز فانت هتلاقي الجي بي اي او زيرو متصل معاه بول اب ريزيستور يعني مقاومة متصلة مع الجهد العالي طبعا أنا بعتمد إن حضرتك عندك خلفية عن الكلام ده من خلال إنك اشتغلت أردوينو قبل كده أنا كنت قلت الكلام ده في بداية الكورس في أول حلقة. قلت اللي يتابع معايا الكورس ده يكون اشتغل قبل كده على أردوينو وعارف إزاي بيتعامل معاه فأنا مش هشرح الحاجات الأساسية دي لأن ده يعتبر خارج الكورس عشان ما نزودش الوقت بتاع الحلقة الجي بي أي أو 2 دي متصل معاها انترنال بول داون معناها مقاومة متصلة على الأرضي مع البن وعندك برضو الخمسة بولاب ريزيستور والاثناشر بول داون ريزيستور والخمستاشر بولاب ريزيستور طيب البنات دي لو انت جيت بقى وصلتها في الدايرة بتاعتك وكان التوصيل ده رايح لجهود لو او هاي غير اللي المفروض تبقى عليها يبقى انت كده هيحصل عندك ايرور اه في تشغيل الدايره ويبقى ممكن يحصل فشل في التحميل او فشل في تنزيل الكود وتبقى مش عارف المشكله فين رغم انك كاتب الكود صح ف اه على سبيل المثال الجي بي اي او زيرو ده متصل ببن هتلاقيه موجود على البورد اللي انت شغال عليها اسمه بوت لما بتضغط عليه اه بيخلي الكود اللي عندك يبدا ينزل على الفلاش طبعا هو ما يفترضش انك هتضغط عليه لان المفروض ان البوردة هي اللي بتتولى الموضوع ده طيب الجي بي اي او زيرو والجي بي اي او اتنين دول آه ينصح او انا انصحك انك ما تجيش عندهم خالص وما تستخدمهمش فيفضل انك ما توصلش آه اي دايرة او عناصر هيبقى لها جهود كهربيه تاثر على التشغيل بتاع مجموعه البنات دي اثناء بدايه التشغيل بعد عمليه البوتينج ما بتنتهي و الشريحه بتاعتك بتبدا تشتغل سواء بالكود اللي انت كنت نزلته على الفلاش من الجهاز بتاعك او من الكود اللي كان مخزن اساسا فمجموعه البنات دي بتبدا تشتغل بشكل طبيعي وتؤدي وظيفه الانبوت والاوتبوت المجموعه اللي بعديها خاصه بالبنز اللي بتحول الاشاره الانالوج لديجيتال اللي هي انالوج تو ديجيتال كونفرتر او اي سي الشريحة اي اس بي اتنين وتلاتين بتوفر لي اه اتنين انترفيس اه من خلالهم بقدر اشتغل مع تمنتاشر اه بن او تشانل تقدر تحول لي الانالوج الى ديجيتال الريزوليوشن بتاع التحويل بيبقى اتناشر بت كل ما الرقم ده بيزيد كل ما دقة التحويل بتبقى اعلى. اه كاتب لك هنا 12 بت اللي هي الريزوليوشن S A R A D C احنا قلنا ال A D C هي ال uh Analog to كونفرتر. Converter ال S A R ده اختصار ل Successive Approximation Register ده احد الانواع او احد انواع الطرق المستخدمه في تحويل الانالوج للديجيتال يبقى دي الطريقه اللي بيشتغل بيها الانالوج تو كونفرتر Converter الموجوده على شريحه ال S B 32 بيقولك كمان تقدر تستخدم الانالوج تو ديجيتال كونفرتر بنز حتى لو انت شغال في السليب مود من خلال الالترا لو باور كوبر لانك في بعض الاحيان بتشتغل مع مايكرو كنترولر لما تخش في السليب مود ما بتقدرش تتعامل مع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هنا بيوفر لك الامكانيه ديت حتى لو انت في السليب مود وشغال على الكوبر ممكن تتعامل مع الاي دي سي لو جيت بصيت على الصورة الجانبية دي هتلاقي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اخد خلفية خضراء آه على الخريطة فعندك ADC0 ADC3 آه سي ADC ستة هتلاقي بعد كل الحرف سي في عندك هنا واحد 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 هتلاقي هنا اتنين, اتنين 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 واحد دي اللي هي الانترفيس الاولانية واتنين اللي هي الانترفيس الثانية. فهتلاقي مثلا دي سي آه 0 اللي هي البن اللي بتحول لك من الانالوغ تو ديجيتال كونفرتر موجوده على الجي بي اي او 36 زي ما انت شايف هنا اي دي سي 1 سي اتش 0 كده جي بي اي او 36 يبقى الجي بي اي او 36 دي متصله مع البن رقم 0 الخاص بتحويل الانالوغ تو ديجيتال كونفرتر هتيجي تبص على الاي دي سي 1 سي يعني تشانل او قناه اربعه متصله بالجي بي اي او 32 فلو جيت بصيت على الجي بي اي او 32 هتلاقي معاه الاي دي سي واحد تشانل اه رقم اربعه طيب ده بالنسبه للاي دي سي 1 اللي هو الانترفيس الاولاني هتلاقي فيه كام بن واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه طيب تعالى على الانترفيس الثاني اللي هو الADC2 هتلاقي شانل 0 بتاعته جي بي اي او 4 طيب انت عندك هنا شانل 0 وهنا شانل 0 بس خلي بالك دي خاصه بالانترفيس الاولانيه اللي هي الADC1 ودي خاصه بالانترفيس الثانيه اللي هي الADC2 هتلاقيهم اه حوالي 10 بناته يبقى 10 أو 10 تشانل 10 و8 يبقوا كام؟ 18 بس في الحقيقة مش هتلاقيهم 18 هتلاقيهم أقل من كده لو جيت عديت ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 معنى كده إن ال 18 بن اللي مكتوبين عندي في الداتا شيت ظاهر لي منهم 16 ليه؟ لأن عندك البن جي بي اي او 38 والجي بي اي او 37 اساسا ما بيطلعوش عندي على الموديول فانا كده مش هقدر استخدمهم يبقى انا صفى عندي من ال 18 على 16 طب خلي بالك كمان ان الاي دي سي 2 شانل 2 اللي هي جي بي اي او 2 والاي دي سي تشانل 3 اللي هي جي بي اي او خمستاشر. الاثنين وال ده زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت دول سترابنج بن فخلي بالك وانت بتتعامل احنا قلنا الاثنين ما هتتعاملش معاه اللي هو ده انترنال بول داون وعندك برضو ال15 ده تبع السترابنج بن فتعامل مع البنات دي بحذر فانت لو شلت كمان السترابنج بين رقم اتنين فيبقى كده عندك تلاته راحوا من ال 18 بيقول لك خلي بالك كمان ان ال ال دي 2 اللي الانترفيس الثانيه الخاصه بتحويل الآن تو دي بيقول لك بتبقى شيرد او مشتركه مع الواي فاي درايفر اللي موجود على الشريحه ولذلك طول ما انت الشريحة بتاعتك شغالة مع الواي فاي وده غالبا هيبقى هو المعتاد اللي انت بتشغل الشريحة مع الواي فاي فما يفضلش ان انت تستخدم التشانلز الخاصة بال دي سي اتنين يعني مجموعة الشونات اللي تحت اللي قدامك دي ليه لأن هتبقى شغال الدرايف بتاعها الدرايفر بتاعها شغال مع الواي فاي فهيديك قرارات قرايات غير صحيحة فلذلك تستخدمها في حالة الاد سي اتنين في حالة ان الشريحة بتاعتك انت مش شغال بيها واي فاي قافل الواي فاي بتاعك طبعا دي تبقى حالات نادره فغالبا احنا هنشتغل على الاي دي سي واحد فهم تمانية حوش منهم اتنين اللي هم نوت افيلابل مش هيكونوا ظاهرين على الموديل فهيبقوا ستة تقدر تحول عليهم من انالوج لديجيتال برضه ستة مش قليلين يعني الشريحة بتاعت الاس بي اتنين تمانية ستة وستة كان فيها بن واحد بس فهنا دلوقتي المتاح عندك ستة تقدر تشتغل معاهم في جميع الاوقات المجموعة اللي بعد كده اللي هي بقى ديجيتال تو انالوج كونفرتر ده عكس المجموعه اللي فاتت المجموعه اللي فاتت كانت بتحول من انالوج لديجيتال دي بتحول من الديجيتال للانالوج يعني انا بقدر احصل على البن خارج انالوج من البن المتصل على الموديو وفي عندي هنا اتنين آه تشانل بقدر اخرج اخد من عليهم اشاره انالوج اللي هم الجي بي أي او 25 والـ بي أي او 26 اللي هي داك 1 وداك 2 اللون بتاع المجموعه ديت اخد اللون البرتقاني اللي هم الاثنين دول داك 1 وداك 2 اللي هم جي بي أي او 25 وجي بي أي او 26 كده احنا خلصنا كلام بصوره عامه عن الـ بي أي او هنتكلم آه عن اخر حاجه هنا عن بن رقم تسعه البن رقم تسعه ده هتلاقيه موجود عندك على الموديول باسم تشيب بيو ده بن خاص بالانيبل. هتلاقيه متصل عندك على البورده لما نيجي ان شاء الله في فيديو قادم آه ببطن البطن ده لما تدوس عليه ده هيعمل ريسيت للبورده بتاعتك او للموديول البن ده بيبقى متصل بالريجوليتور اللي هو جهد تلاته وتلاته من عشره فانا لما بضغط عليه بوصله بالارضي فبعمل ريست فانت ممكن على سبيل المثال تطلع منه اتصال مع بطن موجود عندك على البريد بورد بتاعتك او البي سي اللي انت ممكن تعملها بطن ده لما تضغط عليه يعمل لك كمان ريست للدايرة نيجي بقى الاهم حاجة والاخر حاجة في الفيديو ايه هي البنات اللي انا ممكن استخدمها وانا مطمن انها متعمليش مشاكل في تشغيل الدايرة بتاعتي انا عامل هنا جدول زي ما انت شايف الجدول ده متقسم لثلاث خانات الجي بي اي او ده الترقيم بتاع ال البن الجي بي اي او زيرو جي بي اي او واحد واتنين وهكذا بعد كده الحالة او الستيت ده حالة البن استخدمه ولا ما استخدموش لو كان الحالة دي باللون الاحمر يبقى انا ما, ما ينفعش استخدم البن ده خالص وينصح بعدم استخدامه لو باللون الاخضر يبقى تمام استخدمه في الادخال والاخراج لو اللون الاصفر ده استخدمه بس بحذر طيب الجدول ده مبني على ايه؟ الجدول ده مبني على الداتا شيت ومبني على بعض المواقع زي راندوم نيرد توتوريال وبعض الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب ممكن لو انت جيت جربت حاجه ممكن نضيف بعد كده عليه بالنات تانية بس ده الاكثر شيوعا واكثر دقة ده اللي تلاقيته من بين عدد كتير جدا من المواقع طيب بداية كده خلي بالك ان الجي بي اي او رقم عشرين رقم اربعة وعشرين رقم تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد 37 سبعة دول مش موجودين في الجدول مش موجودين في الجدول ليه؟ لأنهم أساسا مش طالعين من الموديول لو جينا بصينا على الجي بي اي او زيرو والجي بي اي او اتنين دول سترابنج بن واحنا قلنا الاتنين دولت الزيرو والاتنين دول خاصين بعملية البوت وما استخدمش معاهم حاجة الجي بي اي او واحد والجي بي اي او تلاتة اه لو الشريحه ديت موجوده على اه برد التطوير يعني لو الموديول بتاعك محطوط على بورد التطوير فبردة التطوير ديت بتستخدم البنات ديت في عمل اه ارسال واستقبال ما بين البوردة بتاعتك بوردة التطوير او الشريحة وجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان تبدأ تاخد الكود اللي انت كاتبه على الجهاز وتنزله على الاكسترنال فلاش ميموري وتبعت الرسائل اللي انت بتشوفها عندك على شاشه الاردوينو من تحت فعشان كده ما بنستخدمش البنات دي. طيب الجي بي اي او 4 آه ده عادي مش مفيش مشاكل ممكن استخدمه، الجي بي اي او 5 ده استخدمه بحذر لانه تبع الاسترابينج بن اللي احنا شرحناها في الفيديو. عندك بقى 6 و7 لغايه 11 دول ما استخدمهمش خالص دي البنات اللي موجوده ما بين الشريحه بتاعتك والاكسترنال اه فلاش ميموري. ده قلنا اللي بيتم عليها الاتصال ونقل الداتا ما بين الشريحة والفلاش ميموري فما جيش استخدم اي من البنات دي خالص لو كانت ظاهرة عندك على بردة التطوير عندك جي بي اي او 12 وجي بي اي او 15 برضو اخلي بالي منهم لو انا اشتغلت لو انا اضطريت ان اشتغل معاهم لانهم تبع بنات الاسترابينج فدول خلي بالي منهم لو انا هشغل عليهم حاجه ويفضل برضو ان انا ابعد عنهم لو انا مش محتاج البنات دي عندك 34 و35 و36 و39 دول يشتغلوا انبوت بس زي ما قلنا في الفيديو يعني ده ما اقدرش اخد منهم اوتبوت فدول شغالين انبوت فيما عدا ذلك البيت البنات دي تقدر تشتغل عليها اوتبوت وانبوت عادي ارجو لو انت استفدت من الفيديو دوت انك تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان يظهر اكثر في السيرش على اليوتيوب شكرا جزيلا